يوتا أو الولاية الأفضل للعيش في الولايات المتحدة في الأعوام العشر الماضية وفق دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة جالوب استناداً لثلاثة عشر مؤشراً تشمل مختلف المقاييس الاقتصادية ونمط الحياة والصحة. تقع ولاية يوتا غرب الولايات المتحدة وتبلغ مساحتها نحو 220 ألف كيلومتر مربع، ما يجعلها الثالثة عشرة من حيث المساحة في البلاد والثلاثين من حيث السكان، إذ يبلغ عددهم 3,400,000 نسمة. 80% من السكان يقطنون على طول جبهة واساتش الطبيعية، متمركزون في عاصمة الولاية سولت لايك سيتي، ويتوزعون بين 61% من البيض و 18% من أصول لاتينية و 12% من أصول إفريقية. في العام 2023 قدر مكتب تعداد الولايات المتحدة أن ولاية يوتا هي صاحبة ثاني أسرع نمو سكاني بين الولايات، في حين تصنف منطقة سانت جورج الحضرية في الولاية الأسرع نمواً في الولايات المتحدة. تعد الولاية مركزاً للنقل والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والبحوث والخدمات الحكومية والتعدين، وهي وجهة سياحية رئيسية لنشاطات الهواء الطلق. الناتج المحلي الإجمالي للولاية بلغ العام الماضي 248 مليار دولار، في حين بلغ متوسط الدخل 38 ألف دولار سنوياً للفرد. ما يميز الولاية كونها صاحبة أدنى تفاوت في المداخيل بين سكانها.